معكم رئيس جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر وعضو المشروع الإسلامي لدراسة الأهلة. بالنسبة لتحرير الهلال شهر ذو الحجة بالمملكة المغربية سيكون مساء الأحد 12 غشت 2018. بالنسبة للمحاق والاقتران المركزي الخاص بهذا الشهر سيكون يوم السبت 11 غشت الساعة 9:59 بالتوقيت العالمي في مساء تحرير الهلال بالمملكة المغربية سيكون واضحا بجميع المدن المغربية، حيث سيكون مكث الهلال بين 63 و 68 دقيقة، وكذلك ارتفاعه أكثر من 13 درجة، وبالتالي ستكون رؤية واضحة بجميع المدن المغربية. وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحى 2018 بالمغرب فلكيا يوم الأربعاء 22 غشت. بالنسبة هذه الخريطة توضح لنا أن الهلال سيكون واضحا بمختلف المدن المغربية، حيث سيكون واضحا انطلاقا من أستراليا حتى الأمريكيتين. هنا يوضح لنا وضع الهلال يوم تحري الهلال بالمملكة المغربية. بالنسبة لبرنامج سولاريوم يوضح لنا صورة ثلاثية الأبعاد للهلال. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فستتحرى الهلال يوم السبت 11 غشت 2018، بما أنه ليلة كسوف ستكون الرؤية مستحيلة للهلال كما توضح هذه الخريطة. وبالنسبة للقول المأثور يوم عيدكم يوم صومكم لن يتحقق هذه السنة، حيث أنه لكي يتحقق لابد أن يكون هناك شهرين 30 يوم وشهر واحد 29 يوما. هنا يتضح لنا أنه حسب تقويم أم القرى ستكون يوم بداية الشهر ستكون يوم الأحد 11 يوم الأحد 12 يوم 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 الاثنين 13 غشت 2018 هو الحساب الذي سيكون فلكيا. أما بالنسبة لتقويم أم القرى فيحدد أن أول أيام ذو الحجة سيكون 12 غشت 2018.